إدارة الزراعة التركية وخصوصا إدارة المناحل بتدعم تعليم المناحل في تركيا وبتدعم تعليمه وزراعته وجميع الأماكن المشرفة على إقامة العزرة. Aracılarımızı aynı zamanda örgütlenmeyle de desteklemekteyiz. Bu konuda Arı Yetiştiriciler Birliği ve Bal Üreticiler Birliği'miz bulunmaktadır. المؤتمر هنا بيساعد على تبادل المعلومات وخصوصا في تركيا عندهم معلومات كثيرة وخبرة في هذا المجال والمؤتمر بيساعد على تبادل الخبرات. Anar üretiminde 156 tane işletmeye sahibiz. وفي مجال المناحل التركية في اتفاقية حصلت بين العرب ومنهم مصر والأتراك علشان تبادل المنافع في مجال المناحل والعسل. Bakanlık olarak desteklemelerde anar, bal ve bombus arası desteklemesi verdik bugüne kadar. Bundan sonra da koloni başına destekleme yapmaktayız. الزراعة وزارة الزراعة التركية بتدعم مجال المناحل وصناعة العسل بشكل دائم وظاهر في تركيا وما زالت تدعمه وكمان الأماكن الخاصة والشركات الخاصة. Aynı zamanda aracılarımıza makine desteği de yapmaktayız. وفي نفس الوقت برضو بتطلع صناعات جديدة وبتظهر خبرات جديدة في هذا المجال. Arı yetiştirici birliklerimize çalışarak eğitim vermekteyiz tüm arıcılarımıza. وكل العاملين في هذا المجال احنا بنساعدهم وبندعمهم بجديد المعلومات واي جديد في مجال التعليم في هذا المجال. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şükran. Şükran lakum cemiyan. Şükran للأستاذة ميلدا كوكسيل بوزارة الزراعة التركية ومدير عام المناحل. حضرات السادة الضيوف، والآن حان موعد لقائنا بالغذاء الملكي لهذا المؤتمر ومع المهندس إبراهيم علي ماضي رئيس اتحاد النحالين العرب بجامعة الدول العربية، وأيضا هو رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل بالغربية. فليتفضل سيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ علي سنجر سكرتير عام المحافظة مفوضا عن السيد المحافظ الغربية الأستاذ عدلات عبد السلام، وكيل وزارة التضامن مفوضة عن الأستاذ الدكتور عالم صلحي وزير التضامن، الأستاذ الدكتور أسامة الأنصاري رئيس المؤتمر. السادة الحضور أهلا بكم. احنا النهاردة عايزين نبعت رسالة من خلال تواجدكم معانا بسيطة نقول فيها شيء يفيد النحل المصري. أولا احنا بنقدم تحية إلى النحال المصري العظيم الذي حافظ على الثروة النحلية في مصر رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها في الآونة الأخيرة وما زال. قد أدرك أهمية نحل العسل لحياة الإنسان وأدرك بفطرته أنه عندما يحيي من حله فكأنما أحيا الناس جميعا. إن النحالة الحديثة في مصر بدأت بالهواية ثم انتقلت إلى مزارع الأعيان وكبار المزارعين كضرورة لتلقيح البساتين والنباتات خلطية التلقيح، ثم انتشرت بعد ذلك كمشاريع صغيرة في معظم القرى المصرية بسبب جهود المحليات والجمعيات التعاونية وجمعيات الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت. ثم ظهر طفيل الفروة في مصر وأعقبه تحرير الزراعة الذي أدى إلى إلغاء الدورة الزراعية وتفتيت الرقعة الزراعية وتسبب في الإفراط في رش المبيدات. هذان السببان كانا كارثة أصابت النحالة المصرية أدت إلى خراب مناحل المحليات وكذلك التعاونيات أيضا جمعيات الشؤون الاجتماعية. وخرج كثير من الهواة مما اضطر كثير من المزارعين إلى التخلص من مناحلهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها. ووقف النحال المصري بمفرده في مواجهة الكوارث وتحول إلى النحالة المرتحلة بدلا من النحالة الثابتة.
للهروب من التلوث والسعي وراء المرعى، مما أدى إلى المحافظة على ثروتنا النحلية. والآن هناك سؤال مهم، هل نتركه وحده يقف أمام كل المشاكل التي تواجه النحالة المصرية؟ هل نترك النحالة المصرية تفقد ريادتها؟ إن اتحاد النحالين العرب وجمعية مربي النحل الغربية وكل المهتمين بنحل العسل في مصر والعالم العربي ودولا صديقة جاءوا ليساندوا النحالة المصرية وليدقوا ناقوسا ويكتبوا رسالة تقول: نحن العسل كرمه الله لأهميته العظمى في حياة البشر، فهل نتركه؟ طبعا مش هنتركه. دلوقتي باسم اتحاد النحالين العرب وعلى أرض محافظة الغربية نكرم السيد كليمت هنري رئيس اتحاد النحالين الفرنسيين، وكذلك ممثلا عن الوفد الفرنسي، وكذلك نكرم الأستاذ بحر يلمز مفوضا عن الوفد التركي، فليتفضل. الأستاذ علي سينجر سكرتير عام المحافظة مفوضا عن السيد المحافظ، مع الأستاذة عضلات صقرة والمهندس إبراهيم علي ماضي الأمين العام للاتحاد النحالين العرب، يقومون بتكريم كل من بحري يلمض وكلمك هنري من ضيوف المنتدى الأول للنحالة في محافظة الغربية. حضرات السادة الضيوف، بنشكر الحاضرين معانا النهاردة، وفعلا قامت وسائل الإعلام سواء إذاعة تلفزيون صحافة إقليمية وصحافة قومية بالتمهيد لهذا المنتدى الأول. بنشكر كل الصحفيين اللي ساهموا معانا في التمهيد لهذا المؤتمر والمنتدى الأول للنحالة المصرية. شكر خاص إلى مستشار اتحاد النحالين الدكتور محمود مزيد، وأيضا اتحاد وفد فلسطين من النحالين، واتحاد النحالين الأردنيين، شكر خاص لهم، إذاعة وسط الدلتا والقناة الستة ولكل الإعلاميين اللي شاركوا معانا النهاردة فيه. والآن مع افتتاح المعرض، ضيوف مع افتتاح المعرض، فضلوا حضراتكم. Listen to you.